باستمرار رمز وزارة المصرية تم وصول 2 طفل من محوصة سكوك الأضاحي من محافظة الشرقية مع وجود مفتش الوزارة ومع وجود مدير الإدارات الفرعية لتوزيعها، وذلك حسب تعليمات وزارة الأوقاف ومعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بمشيئة الله وصلت لحوم سكوك الأضاحي الدفعة 7 إلى مديرية أوقاف بورسعيد، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ليكون إجمالي ما وصل إلى مديرية الأوقاف 15 طن تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حفظ الله مصر من كل سوء.